اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولاً بأول. ممثل إيرلندي الجنسية استطاع بشخصيته الحازمة وأدائه الهادئ أن يشكل ظاهرة فريدة في الفن العالمي. نشأ مع موهبته الموسيقية، إلا أنه اشتهر لاحقاً بأدواره التمثيلية، ولسيما بدور توماس في سلسلة بيكي بلايندرز التي كانت شرارة انطلاقته في العالم العربي. تابعوا معنا لنتعرف وإياكم على قصة حياة الممثل كيليان مورفي في هذا الفيديو من قناة قصة حياة. ولد كيليان في اليوم 25 من شهر مايو أيار من عام 1979 في مدينة كورك الإيرلندية. كان والده موظفا في وزارة التعليم، أما والدته فعملت كمعلمة للغة الفرنسية. نشأ نجمنا بين ثلاثة أشقاء كان أكبرهم، وقد عرف منذ صغره بشغفه بالأغاني والموسيقى والعزف، حيث اعتاد على عزفه طلاب المدرسة الكاثوليكية التي التحق بها، وعلى خشبة مسرحها قدم أولى أدواره التمثيلية في إحدى المسرحيات، ليلفت حينها نظر أحد مدرسيه الذي نصحه وشجعه على تنمية موهبته. لاحقاً أسس كيليان فرقة موسيقية مع شقيقه، وكان على حافة التوقيع مع إحدى الشركات، إلا أن أسباباً عدة حالت دون ذلك. التحق بعدها نجمنا بجامعة كورك كلية الحقوق، إلا أنه لم يكمل فيها، واتجه نحو أحلامه في عالم الفن ليقدم مسرحيات محلية عدة فتحت له الباب ليشارك في أول فيلم سينمائي له الذي حمل عنوان ديبي شاب. تلاه عدة أدوار وصولا إلى المسلسل البريطاني بيكي بلايندرز الذي يلعب فيه دور القائد توماس شيلبي، حيث نال على إثره نجاحا واسعا وعرفه العالم العربي بصورة القائد المخادع الطموح، فحصد من خلاله جائزة جولدن فيبا عن فئة أفضل ممثل في المسلسلات التلفزيونية لعام 2014. عاش كيليان مورفي قصة حب مع الفنانة إيفون ماك جينيس دامت ما يقارب 8 سنوات، انتهت بإعلان زواجهما عام 2004، وقد أثمر هذا الزواج آنذاك عن إنجاب طفليه ملاكي وإيرن. غالبا ما يبدي كيليان امتعاضه من فكرة الانتقال إلى هوليوود، حيث يفضل البقاء وعائلته في مدينة كورك التي نشأ فيها. كان قد كشف في إحدى لقاءاته أنه أمضى ما يقارب 15 عاما ممتنعا عن تناول اللحوم خوفا من الأمراض المنقولة من خلالها. جاء ذلك في فترة انتشار مرض جنون البقر، حيث كان كيليان كثير الحذر على صحته ويتبع نظاما صحيا غنيا بالخضروات، إلا أنه وبعد أن تقدم لتأدية دور توماس تم إرشاده لبناء جسده والبدء بالتمارين الرياضية، الأمر الذي أجبره على العودة إلى أكل اللحوم بهدف زيادة وزنه وبناء العضلات ليتناسب شكله مع شخصية القائد توماس الذي لا يزال حتى الآن يكتسب كيليان من خلاله صيتا أوسعا وتقييمات إيجابية بين الجماهير والنقاد.